تخيل هذا، إنه صباح يوم جمعة جميل، وها أنت تنهض من سريرك وتؤدي بعض تمارين الإطالة وتفتح نافذتك لتجد صباحاً رائعاً مع سماء صافية. لكن انتظر، هناك شيء غريب. الشارع المزدحم عادة مهجور تماماً. إلى أين ذهب الجميع؟ تلقي نظرة فاحصة ولدهشتك تدرك أنك الوحيد على هذا الكوكب. ماذا ستفعل الآن؟ لنكن واقعيين هنا، الإجابة على هذا السؤال بسيطة. يمكنك فعل أي شيء وكل شيء تشتهيه نفسك. أصبح العالم بمثابة ساحة اللعب الخاصة بك، ويمكنك القيام بمغامرتك الخاصة. هل تريد قيادة سيارة رياضية بسرعة البرق على الطريق السريع؟ انطلق إذن كما يحلو لك، فلا توجد حركة مرور تعيقك. هل تتمنى أن تلعب جولة جولف من أعلى إحدى ناطحات سحاب؟ ولم لا؟ من يهتم إذا انتهى بك الأمر إلى كسر نافذة أو اثنتين بكرة الجولف؟ هل كنت تحلم دائما بالعيش في قصر ضخم؟ خمن ماذا؟ الآن يمكنك أن تفعل ذلك. لديك عالم مليء بالاحتمالات أمامك، ولا يوجد أي شيء يمكن أن يمنعك من تجربتها جميعا. حسنا، لقد استمتعت بكل أشكال الإثارة والتشويق، وبدأت الآن في التفكير في هذا السؤال: ماذا بعد؟ ربما حان الوقت لبدء العمل ومعرفة السبب وراء خلو العالم بشكل مفاجئ من البشر. هل يمكن أن يوجد أي شخص آخر غيرك؟ ماذا لو لم تكن البشرية الوحيدة المتبقي؟ قد تبدأ في البحث في المدينة، وحتى المجازفة بالبحث خارج حدودها، لكن العالم مكان كبير، وقد لا تصادف بشرياً حياً غيرك. هذه الفكرة يمكن أن تكون مرعبة بعض الشيء، أليس كذلك؟ لذا دعنا ننتقل إلى الأمور الأكثر أهمية. مثلاً، كيف ستعيش في هذه الأرض القاحلة المقفرة التي أصبحت الآن مملكتك؟ حان الوقت لمواجهة الواقع والتخطيط لخطواتك التالية للتأكد من أنه يمكنك تجاوز هذا الموقف بغض النظر عن أي شيء. أول شيء في قائمة مهامك هو العثور على الطعام والمياه النظيفة. بالطبع سيكون لديك مخزون جيد من كليهما لبعض الوقت، لكن العناصر القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات لن تدوم إلى الأبد، لذلك من الأفضل أن تستهلكها أولاً قبل أن تفسد. في النهاية، لا يوجد أشخاص يقومون بتشغيل محطات الطاقة التي تشغل وحدات التبريد في محلات البقالة، لذلك لا مفر من توقفها عن العمل. بمناسبة الحديث عن ذلك، تحتاج أيضاً إلى التفكير في مصدر المياه الخاص بك. في المراحل الأولى، تحاول البحث عن كل زجاجة مياه يمكنك العثور عليها من المتاجر القريبة والعودة بها إلى المكان الذي تعيش فيه. لكن للأسف الشديد، سوف تنفذ المياه المعبأة في نهاية الأمر، وسوف يتعين عليك إيجاد طريقة لتنقية إمدادات المياه الخاصة بك. ستكون هذه مهمة حيوية لضمان بقائك على قيد الحياة على المدى الطويل. فكر في كيفية العثور على مرشح مياه محمول مثل هذا. بذلك، ستكون قادراً على أخذ المياه من أي مصدر، سواء كان نهراً أو حتى حفرة حفرتها بنفسك، وشربها في وقت قصير جداً بعد تنظيفها في هذه الزجاجة. والآن استنفذت تماماً جميع المواد الغذائية القابلة للتلف التي قمت بتخزينها لأيام أو أسابيع أو ربما حتى أشهر. حان الوقت الآن لبدء التفكير في المستقبل والإمدادات الغذائية طويلة الأجل التي ينبغي عليك الحصول عليها. نظراً لعدم وجود كهرباء للاستمرار في تشغيل الثلاجة والفريزر، فسيتعين عليك الاعتماد على المواد الغذائية غير القابلة للتلف، مثل الأرز والفاصوليا والسلع المعلبة. ستكون هذه الأغذية بمثابة رفاقك الموثوق بهم في سعيك للبقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، مع مرور الوقت، ستحتاج إلى التفكير في مصادر الغذاء المستدامة. وهنا يأتي دور المهارات الزراعية. يجب أن تبدأ في تعلم كيفية زراعة طعامك قبل نفاذ مخزونك تماماً. لنتحدث الآن عن الإمدادات الطبية. إنها جانب مهم للبقاء على قيد الحياة في عالم لا يوجد فيه من يمكن اللجوء إليه للحصول على المساعدة الطبية. أفضل رهان لك هو التوجه إلى أكبر عدد ممكن من الصيدليات التي يمكنك العثور عليها وتخزين كل ما يمكنك تخزينه من الإمدادات المستقبلية للاستعداد لأي حالة طوارئ محتملة. من الضروري توخي الحذر الشديد أيضاً، فلن يكون هناك أي أطباء حولك لمساعدتك في حالة تعرضك لإصابات خطيرة. عندما تكون آخر إنسان على وجه الأرض، ستحتاج إلى تعلم مجموعة كاملة من مهارات البقاء على قيد الحياة إذا كنت تريد الاستمرار في الحياة. أنا أتحدث عن الصيد والإسعافات الأولية وطهي الطعام وغير ذلك الكثير. لا يتعلق الأمر فقط بالزراعة وتنقية المياه الملوثة، على الرغم من أهمية ذلك أيضاً.
في الوقت الحالي من المحتمل أنك تعتمد على مجموعة من الأشخاص الآخرين دون أن تدرك ذلك، ولكن في هذا العالم الجديد سيتعين عليك أن تدافع عن نفسك. الخبر السار هو أن لديك كل الوقت في العالم لتعلم أشياء جديدة وتوسيع نطاق معرفتك. هل تتذكر تلك المكتبات ومتاجر الكتب التي اعتدت أن تمر بجوارها في الماضي دون أن تلقي عليها نظرة ثانية؟ الآن هذه المكتبات والمتاجر هي تذكرتك لتتمكن من النجاة كآخر بشري في العالم. ونعم، لن يكون لديك الإنترنت لمساعدتك، لكنك ستتعلم القيام بالأشياء بالطريقة القديمة. قد ترغب أيضاً في الحصول على بعض معدات النجاة معك في جميع الأوقات، فقد تواجه جميع أنواع المشكلات مع عدم وجود أحد لمساعدتك سوى نفسك. لذا فإن امتلاك صندوق أدوات للمشي لمسافات طويلة مثل هذا يمكن أن يكون منقذاً للحياة. إنه يحتوي على كل ما تحتاجه لتجد طريقك وتبقى دافئاً وآمناً حتى في البرية الموحشة، ناهيك عن المدينة. بقدر ما تستمتع بالعزلة ستحتاج في النهاية إلى نوع من الرفقة. بالتأكيد يمكنك الحصول على حيوان أليف أو اثنين، أو حتى بناء حديقة حيوان خاصة بك إذا كنت تطمح لفعل ذلك. لكن كن حذراً، فأنت لا تريد أن تؤكل من قبل مجموعة من الذئاب أو الأسود، أليس كذلك؟ ربما عليك فقط الاكتفاء باقتناء كلب أو قطة، أو ربما طائر يمكنه تقليد صوتك حتى تتمكن من التظاهر بأنك تجري محادثة. في كلتا الحالتين ستحتاج إلى نوع من التواصل مع كائن حي آخر، لذا ابدأ في التفكير في خياراتك. إذن هذا العالم كله لك وحدك، أليس كذلك؟ ويمكنك العيش في أي قصر أو منزل أو أي فندق تريده. يبدو هذا رائعاً، أليس كذلك؟ ولكن لنكن واقعيين هنا، فالعيش في رفاهية طوال الوقت يمكن أن يصبح مملاً واعتيادياً بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ هذه المباني في الانهيار والتهاوي إذا لم يوجد من يعتني بها. ربما تهرب من المدينة برمتها، ماذا ستفعل بعد ذلك؟ يمكنك الذهاب إلى أي مكان، العالم هو ملاذك. ولكن قبل أن تبدأ في تعبئة حقائبك، تذكر أنك بحاجة إلى إيجاد طريقة للوصول إلى هناك. المشكلة هي أن جميع السيارات والشاحنات ستكون عديمة الفائدة لأن وقودها سوف يفسد بعد مرور بضع سنوات. لذلك قد ترغب في اختيار مكان تستقر فيه إلى الأبد. وفي رأيي من الأفضل تجنب الأماكن ذات الظروف الجوية القاسية، أعني أن مواجهة الأعاصير أو العواصف الثلجية أو الرياح بمفردك لا يبدو وكأنه نزهة في الحديقة. لا تنسى الملابس. نعم، أعلم أنه يمكنك الاستيلاء على محتويات جميع المتاجر تماماً وتجربة كل الملابس غير التقليدية أو ارتداء ملابس كالمشاهير لفترة من الوقت، لكن لنكن واقعيين، ستحتاج إلى الملابس التي ستساعدك بالفعل على النجاة. لذا تأكد من أن لديك شيئاً يصلح لكل موسم، واحتفظ بالكثير من الملابس الثقيلة والبطانيات. قد تكون بطانية الطوارئ مفيدة أيضاً، قم بتخزينها من باب الاحتياط. إنها لا تأخذ مساحة كبيرة ويمكن أن تنقذ حياتك. حتى إذا انتقلت إلى مكان يكون الجو حاراً فيه طوال الوقت، فسيكون الجو بارداً في الليل، لذلك يجب أن تكون مستعداً. هي، أعلم أن الحديث عن كونك البشرية الأخيرة على الأرض يمكن أن يكون مشكلة حقيقية، لذلك دعونا ننتقل إلى الجانب الأكثر إشراقاً من الأشياء، وهو مع عدم وجود أحد حولك يمكنك العثور على جميع أنواع الطرق للترفيه عن نفسك. من المؤكد أن مهارة البقاء على قيد الحياة مهمة، ولكن يمكنك أيضاً تعلم هوايات جديدة والإبداع. تخيل أنك تتعلم الرسم أو صنع التماثيل أو كتابة كتابك الخاص. يمكن أن تكون ستيفن كينغ القادم، لكن بدون أي منافسة. ماذا تسمي كتابك؟ الناجي الوحيد؟ أم دليل الناجي الأخير؟ الاحتمالات لا حصر لها، فقط لا تنسى الاستمرار في التحدث إلى نفسك أو ببغائك الأليف حتى لا تنسى كيفية استخدام صوتك.